وتجميع النتائج دي امام الهيئه العليا، واللي انتهت في النهايه الى دعم السيد عبد السيسي في انتخابات الرئاسه المصريه 2018 مع تقديم يعني ورقه عمل من عده اطروحات وعده محاور وضحها اليوم رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، يعني كي تكون ورقه عمل في القادمه يعني الاصلاحات الاقتصاديه والسياسيه وملفات عديده تم طرحها في مؤتمر اليوم. طب قول لنا يا سيادة النائب، ايه شكل الدعم والتأييد اللي هتقوموا بيه؟ يعني هل هيكون في مؤتمرات جماهيريه؟ القواعد الخاصه بكم في المحافظات المختلفه هتتحرك ولا قواعدكم بس اللي هتخاطبوها؟ يعني احكي لنا اكتر. هو طبعا واضح من النهارده احنا بندعو ابناء الحزب وبندعو المواطنين للاجلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واحنا بناخد الامور مرحلة مرحلة زي ما الدكتور معتز تفضل وقال، يعني ان حزب نور له اليات كما يعني كان لنا اليات في اتخاذ القرار، ايضا لنا وسائل واليات في طريقة الدعم وتنفيذ هذا الخيار اللي وصلت اليه الهيئة العليا بعد استقراء الواقع في امانات المحافظات المختلفة والمراكز المختلفة، طبقا لواقع ان شاء الله الامانات والهيئات في المحافظات يعني في الايام القادمة ان شاء الله هيتضح هذا الامر. طب سيادة النائب، انتم يعني هناك طبعا مؤيدون لكم ولكن هناك كذلك معارضون لكم، واللي انا شايفه انه الهجوم عليكم شديد جدا في الفتره الحاليه بسبب اللي انتم اعلنتوه النهارده، هل انتم متقبلين هذه الانتقادات اللي بتصل لدرجه يعني اقول انتهاكات مش مجرد انتقادات؟